دخلت الأردن سنة 2013، بسنة 2019 ظهرت لي كتلة ولأول مرة بشوفها، وكان منظرها كتير بصراحة مو طبيعي. فوقتها رحت على دكتورة قريبة منها ففحصتني وأعطتني دواء بتحكي لي إنه هذا التهاب. جربت الدواء لمدة أسبوعين، بعد أسبوعين رجعي لعندي. رجعت لعندها طلبت مني خزعة، فعملنا الخزعة. وقت اللي زرنا الدكتور بيحكي لي إنه الكتلة سرطانية. أول شيء فكرت فيه إنه هن أهلي، ماما، إخواتي، كيف أنا بدي أتوقف عن الشغل؟ اليوم بدي يجينا، صار بدي خلص بدي حدا يساعدني، بدنا دعم. لا أنا من أول ما دخلت المشفى وبلشت ما بعرف، حسيت أصلاً من أول ما طلعت للكتلة حكيت لها كلمة لماما، حكيت لها هي هدية من ربنا وأنا متقبلة هالهدية، فبعمل وحياتي ما فقدت الأمل. فهون أنا خلص اقترحت على ماما المركز، قدمنا ورقنا، ووقتها بعد فترة إجت الموافقة. فوقتها بصراحة كنت أسعد إنسانة بالدنيا، لقيت إنه خلص رح بلش علاج، وعملنا جراحة وبعدين 33 جلسة أشعة، إنه لقينا من يوقف معنا. وأنا هلأ حالياً الحمد لله كتير صحتي كتير منيحة، ومسجلة مع ماراثون الأردن ومع سباق الخريف الافتراضي إن شاء الله.